try this yourself. It's extremely dangerous. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد. في هذا الفيديو غنديروا التتمه ديال هذاك الجزء اللي كنا شفنا قبل اللي هو تاع المعادله التفاضليه من الرتبه الاولى. اللي مازال ما شافوا فيرجع يشوفوا لانني شرحت هذاك الشيء بالتفصيل، شرحت كيفاش نحلوا معادله تفاضليه من الرتبه الاولى بالتفصيل. خدمنا تمرين في 6 الحالات باش نفهموا جميع الحالات اللي ممكن تحط. في التمرين الثاني غنعرفوا واحد الاهميه اللي هي كبيره عاوتاني تاع النوع على الاسئله في الرتبتين، هي كيفاش نحددوا القيمه ديال كا، القيمه تاع كا ينتمي الى ان، خاصنا نعرفوا كيفاش نحددوا باستعمال الشروط البدئيه اللي تكونوا عاطينا مثلا بحال اكراك ديال واحد العدد يساوي واحد العدد، هذوك اللي تسموا شروط بدئيه هما اللي تخلوني نحدد القيمه ديال كا باش نلقى العدد. التعبير كما هو ولكن ما فيش كا، يعني ما فيش مجهول من غير اكس لان اكس ثابته. الا كان شي واحد اول مره تشوف القناه فما ينساش بانه يضغط على زر سبسكرايب باش يوصلوا كل جديد ديال القناه ديالنا. والناس اللي ديجا معنا تنقول لهم مرحبا بكم في هذا الفيديو. فنبداو على بركه الله بالحاله الاولى، فنقسم السبور على جوج. اوكي، قال لك نعتبر المعادله التفاضليه اللي هي او هي 3 اكغ بريم زائد 2 اكغ تساوي 0. السؤال رقم 1 تعلمنا عليه كيفاش نجاوب عليه، قال لك حل المعادله التفاضليه. فاول حاجه تنمشي نشوف واش انا عندي اكغ بريم تتساوي، واش انا عندي بحال هكا، واش عندي اكغ بريم تتساوي. الا ما عنديش اكغ بريم تتساوي، يعني الهدف رقم 1 عندي هو نردو على شكل اكغ بريم تتساوي. والحاجه تنقول لهم لدينا شحال تساوي، هي 3 اكغ بريم زائد 2 اكغ تساوي 0. لدينا نحطها، ماذا تكافئ ان 3 اكغ بريم شحال تساوي؟ تساوي ناقص 2 اكغ، لان هذا 2 موجب، 2 اكغ موجب انه حل طوع على الطرف الاخر تولي سالبه. انا الهدف تاعي هو اكغ بريم، اكغ بريم لاصق حدا سي 3، سي 3 ضرب اللوح على الطرف الاخر يولي قسمه. اكغ بريم ماذا تساوي؟ هي ناقص 2 على 3. دائما الاعداد نديهم عن الاعداد فاش في اكغ، يعني راه هو نفس التعبير. دابا رجعت على بحال داك التعبير الاول، دابا ندير ليه الحل تاعو. اذا حل المعادله التفاضليه هو مكتوبه بطريقه مباشره اللي هي اكغ ديال اكس شحال تتساوي هكا اكس بونسيل، شنو العدد اللي مريح قبل اكس او قبل اكغ؟ هو ناقص 2 على 3 في اكس، مع دائما ك ينتمي الى هذا هو الحل عندنا بكل سهوله ومهوله، هذا هو الحل ديالنا. ندوزو للطرف الثاني ديال السؤال، هذا هو اللي تامنا بزاف لان خدمنا عليه في التمرين الاول. قال لك حدد الحل اكغ للمعادله اي الذي يحقق اكغ ديال 0 يساوي 3. فهاد اللقطه شنو تسمى؟ يعطونا هاد اللقطه تتسمى الشروط البدئيه. هذه الشروط البدئيه باش نلقى الحل تاع اكغ الذي يحقق اكغ ديال 0 يساوي ناقص 3. رجع للسطر ب هذا بالنسبه للسؤال ب، لنحدد الحل اكغ للمعادله الذي يحقق اش اكغ ديال 0 شحال تساوي؟ تساوي ناقص 3. رجع نقول لهم لدينا نكتب الحل اكغ ديال اكس شحال تساوي هكا اكسبونسيال ناقص 2 على 3 ناقص 2 على 3 اكس دائما مع هكا ينتمي الى اغ. ومنه نجي نديرها هنا احسن، ومنه نكتب هذاك الشرط البدئي هو اكغ ديال 0 يساوي ناقص 3. ماذا يكافئ؟ همشي لهذا الحل وفيما بات لي اكس نعوضها بزيرو، يعني اش هتولي هكا اكسبونونسيال ناقص 2 على 3 اكس قلنا باش نعوضوها بزيرو فداك العدد اللي تكون داخل الاقواس، لان اكس باش نعوضها بزيرو شحال تتساوي؟ ناقص 3. الهدف تاعي انا هو نحدد القيمه ديال كا، ها هو تلقى كا
زيرو في أي عدد تعطينا زيرو، يبقى إكسبونسيال زيرو يساوي ناقص ثلاثة. يعني كشحال تتساوي؟ إكسبونسيال زيرو معروف انترناسيونال، إكسبونسيال ديال زيرو ماذا يساوي؟ هو واحد. عقلوا على القيمة لأن مهمة بزاف، يعني يولي كاف واحد، وكاف واحد شحال هي كا، يعني لا داعي باش نبقى كاتب كاف واحد تساوي ناقص ثلاثة. مني لقيت القيمة تاع كا قول لهم إذا حل المعادلة إكغيك الذي هذه إكغيك ولا شي واحد ساحب الجي الذي يحقق إكغيك ديال زيرو تساوي ناقص ثلاثة هو إكغيك ديال إكس ماذا يساوي؟ كان عوضها بالقيمة تاعي شحال هي ناقص كا، هاي لقيت كا نعوضها بالقيمة تاعي ناقص ثلاثة إكسبونسيل نكتب التعبير كما هو ناقص جوج على ثلاثة إكس. غير قبل كنا كاتبين كا ينتمي إلى إيغ، هنا حددناه لأننا لقينا القيمة ديال كا. هذا بالنسبة للحالة الأولى، فنصح صبورا ندوز الحالات الثانية ولكن قبل، فتنتمنى أنكم تجاوبوا على السؤال بوحدكم أبخي ممكن تشوفوا صحيح، صح صبورا ورجع لكم. ندوزو لدابا الحالة الرقم جوج. الحالة الرقم جوج عندنا هي هادي، عطاونا المعادلة التفاضلية، أول سؤال حل المعادلة التفاضلية بحالو بحال هذا. فنتمنى أنكم تكونوا ديجا جاوبتوا على هاد السؤال وتبع معايا دابا. ألف، أول حاجة نسول راسي واش إكغيك مكتوبة على شكل إكغيك بريم تتساوي، واش إكغيك بريم معزولة بوحدة؟ مزيان، إكغيك بريم معزولة بوحدة، يعني مكتوبة، طلعت بأنها مكتوبة على هذا الشكل. أول حاجة يعني ما يحتاج لا نبسط لا نحزنوا، لدينا شحال هي إكغيك بريم شحال تتساوي؟ هي ناقص إكغيك زائد جوج. إذن حل المعادلة التفاضلية هو وندير إكغيك ديال إكس ماذا يساوي؟ يساوي وكا إكس بونونسيال، شنو هو العدد اللي مقرر قبل إكغيك؟ هو ناقص واحد، يعني تولي ناقص واحد في إكس تولي ناقص إكس. كنشدو داك العدد اللي مريح بوحدو، تبدل ليه الإشارة، كان عندك زائد جوج يولي هو ناقص جوج على، وتناخذ داك العدد اللي حدا إكغيك وتنحطو كوبي كولي هو ناقص واحد. ماذا يكافئ؟ لان باقي ما نكتبش دابا الحل، يعني بلا ما ندير كا، اكغيك ديال اكس ماذا تساوي؟ كا اكسبونونسيال ناقص اكس، هنا ناقص مع هذا الناقص تولي ليا زائد، شحال يبقى لي هنا؟ جوج على واحد، جوج على واحد هي جوج، مع دائما كا ينتمي الى اخ. فهذا هو الحل تاع المعادله التفاضليه. ندوز السؤال باء اللي هو تهمنا، قال لك حدد الحل إكغيك للمعادلة أ الذي يحقق إكغيك ديال زيرو يساوي ثلاثة. قلنا هذا تسمى الشرط البدئي لأنه بسببه باش نحدد القيمة ديال كا. أرجع نقول لهم لنحدد الحل إكغيك الذي للمعادلة، ما كتبناش مش مشكل، للمعادلة الذي يحقق إكغيك ديال زيرو شحال تساوي؟ ثلاثة. لدينا أول حاجة نكتبو الحل، لدينا إكغيك ديال إكس شحال تتساوي؟ هي كا إكسبونسيال ناقص إكس زائد جوج مع كا ينتمي إلى إيغ. ومنه ندير الشرط البدئي، إكغيك ديال زيرو ماذا يساوي؟ هو ثلاثة. ماذا يكافئ؟ نمشي لهذا التعبير وفيما بنت لي إكس نعوضها بزيرو، لأن ماذا هو إكس؟ أتولي كا إكسبونسيال تولي ناقص زيرو، لأن ناقص وناقص واحد، ناقص واحد في زيرو هو زيرو، يعني نديرو بطريقة مباشرة هو زيرو، زائد جوج شحال يساوي ليا؟ يساوي ليا ثلاثة. ماذا يكافئ؟ أنك إكسبونسيال زيرو راهي لاكش كاتبو هنا وشحال هو واحد، وبالتالي كاف واحد اللي هي كا، غتولي عندك كا زائد جوج تساوي ثلاثة. ماذا يكافئ؟ بأنك شحال تساوي؟ الهدف تاعي هو نعزل كا، غتبقى لك الطرف الآخر ثلاثة، عندك زائد جوج اللي حل الطرف الاخر تولي هي ناقص جوج، تكافئ بانك شحال تساوي؟ ثلاثة نقص منها جوج هي واحد. نقطة الاخر نشدك ونعوضو بالقيمة ديالو، واش نقول؟ اذا حل المعادلة، اذا الحل اكغيك للمعادلة التفاضلية الذي يحقق
إكغيك ديال زيرو تتساوي تلاتة، هو إكغيك ديال إكس شحال تتساوي؟ كنعوضها بواحد، واحد في التعبير يبقى نفسه، يعني هي إكسبونسيال ناقص إكس زائد جوج، وندير تأطير للنتيجة. هذا ما كان بالنسبة لحالة جوج، فمسح الصبرة وندوزو لحالة تلاتة، بقاو معانا. ندوزو لدابا الحالة التالتة، الحالة التالتة هي هذه، يعني عطاونا ديال المعادلة وتبدل الشرط البدئي، عطاونا اكريك ديال زيرو يساوي جوج. فأول حاجة نمشيو نجاوبو على السؤال ألف، أول حاجة واش ديك المعادلة عندها اكريك بريم يساوي، يعني واش عندها اكريك بريم معزول بوحدو يساوي؟ لا، فهذه الخطوة الأولى اللي عندي، يعني بسط التعبير لدينا هي شحال؟ هي تلاتة اكريك بريم ناقص جوج اكريك زائد خمسة تساوي صفر. ماذا يساوي؟ أن تلاتة إكغيك بريم تساوي عندك ناقص جوج إكغيك اللي حل الطرف الآخر تولي جوج إكغيك، عندك زائد خمسة تولي هي ناقص خمسة. ماذا تكافئ؟ بأن إكغيك تاع بريم تساوي، يعني نشد تلاتة ونفرقها على المقام تاع الطرفين معا، يعني مباشرة تولي تلاتة هي تولي جوج، عفوا تولي جوج على تلاتة إكغيك ناقص خمسة على إيش؟ على تلاتة. يعني ملي بسط الأمر ديالي ولا مكتوب على هاد الشكل، يعني دابا ممكن نمشي ندير لي الحل ديالو، نقول لي ومنه إكغيك ديال إكس شحال يساوي؟ العدد اللي مريح حدا إكغيك واش شنو هو؟ جوج على تلاتة، ها هو لا عفوا يساوي هو ك إكسبونونسيال، شنو العدد اللي مريح قبل إكغيك؟ هو جوج على تلاتة، ها هو إكس. تنشد العدد، هذا هو العدد اللي عندي اللي مريح بوحده، باش نقلب لي الإشارة ديالو، يعني شنو تولي زائد خمسة، خمسة على تلاتة، على إيش؟ على العدد اللي مريح حدا إكغيك اللي هو شناهو؟ هو جوج على تلاتة بالإشارة ديالي. لاحظ واحد الملاحظة، يمشي ليا تلاتة مع تلاتة اختزال، يعني شحال يبقى ليا؟ هو خمسة على جوج. تكافئ ماذا؟ أن إكغيك ديال إكس شحال تساوي ك إكسبونونسيال جوج على تلاتة إكس زائد إيش؟ يبقى ليا الفوق خمسة والتحت يبقى ليا جوج، ولا دخلوا الكالكولاتريس راه تعطيكم هي خمسة على جوج، مع دائما ك، مع ك، ك ينتمي إلى إغ. ونأطر النتيجة ديالي، نمشيو للسؤال ب. السؤال ب إيش قال لنا؟ قال لك حدد الحل إكغيك للمعادلة أو الذي يحقق إكغيك ديال زيرو يساوي اثنين. فأول حاجة نحطو هو الحل، لدينا خصنا نورمالمون نقول لهم لنحدد حل، راه وليتو عارفين هذيك اللقطة، رجع نجاوب أنا بطريقة مباشرة. لدينا إكغيك ديال إكس شحال تساوي هكا؟ إكسبونونسيال جوج على تلاتة إكس زائد خمسة على جوج، مع دائما ك ينتمي إلى إيغ. ومنه نحط الشرط البدعي إكغيك ديال زيرو يساوي جوج، ماذا يكافئ؟ مشي للدالة وفما بالي إكس نعوضو بزيرو، تبقى لك ك إكسبونونسيال تلاتة جوج على تلاتة فاش في زيرو زائد خمسة على اثنين، ماذا يساوي؟ يساوي اثنين. ماذا يكافئ؟ يكافئ أنها تبقى لك هي ك، فزيرو مضروب في هاد الشيء يبقى هو إكسبونونسيال زيرو. عندنا سيدنا زائد خمسة على جوج اللي واحد الطرف الآخر تولي هي ناقص خمسة على اثنين. ماذا تكافئ؟ إكسبونونسيال تاع زيرو ولينا عارفين أنه شحال هو واحد، واحد في ك وشحال هو ك، ك شحال تساوي؟ هي ناقص خمسة على جوج. إذن حل المعادلة، إذن الحل إكغيك للمعادلة الذي يحقق إكغيك ديال زيرو يساوي اثنان هو شناهو؟ هو إكغيك ديال إكس ماذا يساوي؟ هو ك إكسبونونسيال شحال؟ جوج على تلاتة إكس، ونحط سميتو ك، راه نسيت معوضتش بالقيمة تاع عشرة، خرجت ليا ك، هاهي هي ناقص خمسة على اثنان إكسبونونسيال جوج على تلاتة إكس ناقص خمسة على تلاتة. وهذا هو الجواب ديالنا الذي يحقق إكغيك ديال زيرو يساوي جوج. نتمنى أن الفيديو تكونوا استفدتوا فيه مزيان ونال الإعجاب تاعكم، فنتلقاو في الفيديو الجاي اللي نشوفوا فيه المعادلة التفاضلية من الرتبة
الثانيه حتى هو نفهموا الفكره ديالو الاساسيه ونمشيو نخدموا التمارين. كان معكم اخوكم سفيان، ما تنساوش ما تبخلوش علينا بواحد الكومنتار كان زويان، اللايك بطبيعه الحال الى عجبكم الفيديو، وبارطاجوا هذا الشيء مع الاصدقاء تاعكم باش تكون افاده جماعيه دائما في اطار ما كاين غير النجاح، نجاح ثم النجاح ثم النجاح. تلقاو في الفيديو الجاي.